الو يا عم حنتيره، الدنيا خربانه مع اخواتنا وانت قاعد كده. بقول لك يا زميلي، دلوقتي عم الصحاب حنتيره بيشرب حاجات غريبه قوي. بيشرب بيبسي. ده البيبسي دي طبعا مقطعه. بيبسي ايه؟ ثانيه، طبعا مقطعه. اهو طبعا مقطعه. مقطعه ما فيهاش اشراب. وايه بيشرب ايه تاني؟ عارف بيشرب انت مشروب احمر كده مسمينه ستينج. ايه بقى ده؟ برضه مقاطعه. كل ده مقاطعه؟ طب يرضيك؟ لا ما يرضنيش. يا عم ايه بقى يا عم، اقف مع اخواتك، اقف مع اخواتك بقى يا عم. على الله، يعني انت كنت رايح فين يا زميلي؟ راح اصلي. ها؟ راح اصلي. هتصلي؟ اه. يا عم انا هاجي اصلي معاك يا عم عشان ندعو لاخواتنا بقى. حاسس اسمع حاجه حلوه بالله عليك. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تبارك الله العظيم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ابني. ايه الحلاوة دي؟ انا خلي بالك طبعا، انت عارف ان احنا بنعمله موقف وبتاع، انا مش قصدي حاجة والكاميرا هناك اهي، بس انت صدق خطفني. ربنا، اسمك ايه بقى؟ محمد سامح. محمد سامح، ربنا يبارك فيك يا محمد. سمعنا حاجه تاني كده محمد بالله عليك. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. الله، الله أكبر عليك يا ابني. أنا حاجة وراك أصلي المغرب بالله عليك. ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده؟ محمد سامح، صح؟ محمد سامح جاي من تاني ومش هيسامح. ايه الحلاوة دي يا محمد؟ يا جدع انا سمعتها كتير بس ايه ده؟ طب يلا بينا بقى، يعني انا عايز اسمع حاجة بقى بسرعة بسرعة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ما شاء الله ما شاء الله، ومين ما يعرفوش ومين ما يعرفش العلامه والمدرسه بتاعتنا كلنا الشيخ الحصري تبارك الرحمن. يا ابني انت مالكش حل. محمد سامح والمفاجاه الكبرى النهارده يا جدعان. انا اول حد يفاجئني النهارده، من زمان ما اتفاجئتش. ربنا يبارك فيك يا محمد، ربنا يحفظك يا ابني. ايه الحلاوه دي؟ هتقلد لنا ايه تاني ولا هتفاجئنا بايه تاني؟ مالكش محمد ايوب. اه انت بتهزر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله.
انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر عليك يا ابني، الله أكبر عليك يا ابني، مالكش حل، هتختم لنا بإيه بقى؟ عايز شيخ بقى تختم لنا بيه. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجة كمان، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله الله عليك يا محمد يا سامح يا مبدع يا ابني. ازاي بتخش في القراءة يعني؟ ازاي بتطلع من شيخ تخش الشيخ وتتغول في الشيوخ كده؟ انا مش سايبك النهاردة اقسم بالله. عملنا بقى هنروح نصلي المغرب، احنا هنروحه، بس قبل قول لي كده محمد، مش هينفعش، مش حلك والله. بتقلد مين تاني انت؟ ممكن الشيخ علي جابر. قول الشيخ علي جابر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله 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 يا ابني، كيف تفعلها يا محمد يا سامح؟ يا رجل احترم عقولنا يا رجل. انا عايز افهم. انا لا، قول لي تاني، قول لي تاني. انا مش سايبك مش حلك والله. هتقول ايه؟ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شنو هذا يا محمد بن سامح؟ الله أكبر عليك. قل لي وهدو، أسمع وهدو منك. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله، يعني يا جدعان الراجل بس هو معدي قال له مصطفى اسماعيل بس حطه معاك، دايس معاك كنترول، بيتك على الريموت مفيش موضوع، بتتك على الريموت مفيش موضوع. وهدوا يلا. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله عليك يا ابني، ربنا يحميك ويحفظك ويكتر من أمثالك يا ابني، أنت مالكش حل. الشيخ مين؟ لا رفعت، لا بالله عليك. بالله عليك يا أخي، سمعنا إيه تاني طيب؟ نختم بحاجة، اختم له بحاجة برضه.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله، الله عليك يا مولانا.